بيته يعني شخص صديق أو صارت عندك مجموعة من الأصدقاء يعني إحنا طيبين كلش طيبين بسرعة نفتح قلبنا ونط أسرارنا طشت أسرارنا. فالنصيحة إنه لا تط أسرارك لأي واحد. حلو. غلط دائما الإنسان تكون إله خصوصية بقلبه وهاي خصوصياته حتى أسرار تصير نقاط ضعف بعدين نقاط ضعف ممكن يختلف وياك ويطلعهم برا. واني هو يعرفت ناس هواي أصدقاء هو يعني كانوا أعز من حتى من أهلي يعني وينهم لا واحد إيش قلت عموما عموما من طحت ما بقى بظهر إنسان الله طحت لهم جسر طاح وضحك بي الله 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 سجاد الله عموما من طحت ما بقى بظهر إنسان الله طحت لهم جسر طاح وضحك بي الله الكن تسهر ولمهم واشعل البيبان الله الكن تسهر ولمهم واشعل البيبان هاي ماكو حطر الله الكن تسهر ولمهم واشعل البيبان بحضن جروحهم تنشم ليالي الله الله شافونا طحت بس من طحت فلاح يهتز النخل ويطيح برحيل الله الله رفعوا شفهم قالوا له هاي فلان التلكن تحيهم وابو الحنية قلش طيحك محتاج شي تعبان نجي نمطيك تشوت شيل عوشية الله واحد قال للآخر عوفه خليه يطيح خلنا نشوف مرة ضلوع محنين الله 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 واحد قال للآخر عوفه خليه يطيح خلنا نشوف مرة ضلوع محنين شفتهم كهكاو وتلمست في النار عظام بالصدر نيران هنبي الله الله الكن تبكي البكيهم واختنق واختار غمانوا قلت بشفوفهم جيد الله لا شالوا امتونوا ولا شلتهم غير حنينوا بالمحنة شفوف مملية انطيتش كثر وانطوا بظهر هواي انطيتش كثر وانطوا بظهر هواي كل أسرار قلبه بظهر محشية هسا أنا طحت ليش انخذن وانعاف أبو الموقف طعن يجازة تالية يا سلام ما كنت تنتظر هيك الإنجازة يصير حتى اسم انكره وانكره طارية انا تشنت لهم ظهر حد الموت المنهم لو وقع ما قولش علي زارع حمو ظهر زرع مال سنين ما ادري الزرع يتبجل تحي المهم خلص وقتهم خلص وقتهم وزرحته والحصد ترمات خيول المهم خلص وقتهم ساعد عظيم خلص وقتهم وزرحته ترمات جروحهم تندهن يومي الله بس جروحهم